بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان، السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، السيد عامل صاحب الجلالة على عمالة إقليم شفشاوي، زملاء المسؤولين القضائيين، السيد نقيب هيئة المحامين بتطوان، السادة المسؤولون العسكريون والأمنيون والإداريون والمنتخبون ومساعدي القضاء، السادة الحضور الكرام، كل باسمه وصفته والاحترام الواجب له. بداية أعرب عن عظيم افتخاري واعتزازي بالثقة المولوية السامية بتعييني وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بشفشاوي، راجيا من الله تعالى أن أكون في مستوى الثقة والمسؤولية التي كلفت بتحملها، كما أتوجه بالشكر الجزيل لكم جميعاً على تشريفكم لي بحضوركم لهذه الجلسة الرسمية. وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر الجزيل على المجهودات التي قام بها سلفي وكيل الملك السابق الأستاذ عبد اللطيف المعيطي أثناء تحمله مسؤولية هذه النيابة العامة، متمنياً له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة. السادة الحضور الكرام، إنني أستشعر جسامة وثقل تحمل مسؤولية النيابة العامة بهذه المدينة العريقة بتاريخها وعادات وتقاليد سكانها الطيبين، والتي حباها الله بجمال الطبيعة وأصالة تراثها الثقافي. إنني أؤكد عزمي على القيام بمهامي بما يلزم من جدية وحزم واتخاذ المبادرات الهادفة للتطبيق العادل للقانون بكل إرادة وعزم، كما ألتزم بالعمل على تنزيل استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بالمحاكم، ولا سيما جوانب التخليق والتقطير ونجاعة الأداء وحكامة التدبير والاهتمام بالمتقاضين والإصغاء إليهم وحسن التواصل والتعاون مع مختلف المهن القانونية ذات الصلة بالنيابة العامة، والمزج بين حقوق وضمانات المحاكمة العادلة وعدم إفلات من ثبت إجرامهم من العقاب. السادة الحضور الكرام، أستغل هذه المناسبة لتقديم الامتنان الكبير لجميع العاملين بالمحكمة الابتدائية بأصيلة، حيث قضيت هناك 8 سنوات كاملة عملت خلالها مع أشخاص يخدمون وطنهم بكل نكران ذات وحياد وتجرد في تطبيق القانون، وعلى رأسهم السيد رئيس المحكمة والسادة القضاة ونواب وكيل الملك وجميع الأطر والموظفين والعاملين بها. كما أثمن العمل الذي قامت به الضابطة القضائية طيلة فترة تواجدي هناك
بالتنفيذ الدقيق والحازم لتعليمات النيابة العامة، ولعل أصدق تعبير عن هذه العلاقة المتينة والعملية هو بيت الشاعر المتنبي: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمع في لنفس حرة بلغت العلياء كل مكان. فعلا هناك بأصيلة اجتمعت رجاحة رأي النيابة العامة بتعليمات تتسم بالمسؤولية والجدية والقانونية وشجاعة الضابطة القضائية في تطبيق القانون وتنفيذ أوامر النيابة العامة في حق الجميع وبدون استثناء. السادة الحضور الكرام، أرجو من العلي القدير أن يكلل عملي بالنجاح والتوفيق لخدمة الدائرة القضائية لهذه المحكمة وتحقيق الأمن القضائي لها، متمنياً أن أكون عند حسن ظن الثقة المولوية السامية وبلوغ القضاء إلى المكانة التي ارتضى له عاهل المفدى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والذي ما فت أن يولي عناية فائقة للقضاء. وأستحضر بالمناسبة ما ورد في خطاب العرش ليوم 30 يوليوز 2013 حيث قال جلالته حفظه الله: ما فتئنا منذ تولينا أمانة قيادتك نضع إصلاح القضاء وتخليقه وعصرنته وترسيخ استقلاله في صلب اهتماماتنا، ليس فقط لإحقاق الحقوق ورفع المظالم، وإنما أيضاً لتوفير مناخ الثقة كمحفز على التنمية والاستثمار. انتهى النطق المولوي الكريم. حفظ الله أمير المؤمنين القاضي الأول جلالة الملك محمد السادس، دام له العز والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الأمير مولاي الحسن، وشد أزره بصنوه صاحب السمو الأمير مولاي رشيد وكافة الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، صدق الله العظيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والسلام، صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.